السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم بهذا الفيديو في معاي خبر واحد للأسف الشديد في ألمانيا. هذا الخبر صار للأسف الشديد، حادث سير لسيارة فيها مهاجرين داخل ألمانيا. هاي السيارة كانت جاي من طرف النمسا. ليش السائق ما وقف وليش صار هذا الحادث؟ لحد الآن التحقيقات جارية، لكن سيارة كانت داخلة من النمسا على ألمانيا. بإمكانكم تفتحوا الخرائط وتشوفوا الأوتوبان يلي بين النمسا وبين ولاية ميونخ الألمانية، في أوتوبان رقمه 94. فهي السيارة كانت جاية على هذا الأوتوبان، الأوتوبان 94 كانت داخلة على ألمانيا. ف السيارة راح تشوفوها هلا وراح تشوفوا كمان فيديوهات لها، كانت محملة 20 مهاجر، والشوفير كان مصمم على انه يدخلهم على ألمانيا او وين بدهم يروحوا. لحد الان كمان التحقيقات جارية. فالشرطة اشرت للسيارة عشان توقف وعشان يتم تفتيشها، فالشوفير رفض هذا الشيء واسرع، وفي احد المنعطفات الخطيرة كان مأسرع بشكل كثير كبير. صار حادث سير والسيارة طلعت من مكانها من الشارع، وتم أغلاق هذا الأوتوبان لعدة ساعات، وأجت طيارات هليكوبتر نقلت المصابين. طبعا اليوم هذا الصبح الشيء صار، وفي حالة هلع كثير كبيرة بسبب هذا الخبر. من أصل 23 مهاجر كانوا مكدسين بالسيارة، في 7 قتلى، 7 أشخاص توفوا من بين 23، من بيناتهم في طفل صغير عمره 6 سنوات. فالشرطة بتقول إنه هيك سيارة هي مخصصة لحتى 9، يعني يكون في جواتها 9 ركاب فقط. كيف هذا الشخص كان محمل 23 راكب بالإضافة للشوفير؟ يعني 24 راكب كان فيها. هذا اليوم الخبر صاير صدمة بألمانيا بسببه. ما بعرف شو بدي أقول، خليكم شوفوا الصور والفيديوهات تبعيت هذا الخبر. ديروا بالكم على حالكم، والسلام عليكم.